ورجعنا لكم تاني مع الشباب الجميل اللي مشرفنا الحقيقة، شباب كلية إعلام الجامعة الجنوبية. عملوا حاجة مميزة جدا ومبهرة جدا، أحيوا التراث الأدبي والفني القديم من خلال إن هم جابوا مسرحية الليلة الكبيرة اللي كتير جدا مننا بيحب يتفرج ويسمعها ويشوفها على طول، جابوه بالفنانين الحقيقيين وعرضوها جوه الجامعة. معانا النهاردة اللي مشرفنا دكتور مدرس مساعد أستاذ مصطفى كلية إعلام الجامعة الكندية، صح كده؟ ومعانا برضو الطالبة الجميلة، دلوقتي انت اتخرجتي ولا لسه؟ اتخرجتي، الخريجة الجميلة رودينا، ومعانا برضو دانا. أهلا بيكي يا دانا. طيب احنا عايزين نسألكم، الفكرة جات لكم ازاي؟ يعني ايه اللي خليكم تفكروا ان انتوا تعرضوا مسرحية الليلة الكبيرة بفنانينها وتجيبوا؟ طب قول لي بقى لحضرتك الفكره جات لك ازاي؟ اولا هو المشروع كان تحت اشراف عام البروفيسور دكتور ايناس ابو يوسف عميده الكليه، واشراف دكتور مصطفى البنا. اما قعدنا الشباب قلنا احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه نعيد بيها اللي فات. احنا قعدنا نفكر طب ايه اللي ممكن يعمل بوم، يعني نعمل حاجه تسمع مع الناس او الناس تشوفها. فلقينا ان احنا التراث بتاعنا، يعني لما قعدنا نسال بعض كده، طب انتوا فاكرين حاجه من اللي فات؟ فاكرين طب الليله الكبيره؟ لقينا طب انا واحد عندي 29 سنه دخل على 30 سنه، انا ما شفتش الليله الكبيره، يعني والدي كان بيحكي لي عنها. تسمعها؟ اسمع، بسمع عنها بس ما اعرفش ايه. طب احنا مش هينفع نعمل مشروع تخرج برضه على الليله الكبيره بس؟ طب ما نشوف بقى التراث بتاعنا بيقول ايه؟ يعني ايه اللي ممكن نوريه للناس، وبالذات الجيل بتاعنا اللي هو ما يعرفش حاجه عن اللي فات يعتبر، وكمان الاجيال اللي طالعه جديده هي مشغوله بالايباد، مشغوله باليوتيوب، مشغوله بحاجات. طب ما احنا لو عملنا اعاده احياء لده، طب ممكن الاطفال يبداوا ان هم يتفرجوا على اللي فات ده كله، ده حاجه تبقى كويسه جدا، مهمه جدا. احنا قعدنا نفكر ان احنا مثلا نبدا بالليله الكبيره كحاجه هنا في مصر، بعد كده شفنا علي الزيبق، حاجات من الف ليله وليله، ابتدينا نبص الموضوع بره. كل ده جبناه وقدمناه باسلوب مختلف وبطريقه مختلفه. احنا بنتعلم في القسم عندنا ازاي نستخدم البرامج بتاعت الافتر افكت او الاستريشنز و3D، فابتدينا ان احنا نبدا بقى نستخدم ده ونطبقه ان احنا نوري الناس الليله الكبيره او اي حاجه ليها علاقه بالتراث بالمنطق ده. وعلى فكرة أنا بحيك جدا على الفكرة دي، لأن أي حاجة بحس إن هي بتفكرنا بالماضي أو بالزمن اللي احنا ما عشناهوش، بيبقى عندنا يعني حماس وشوق كبير جدا إن احنا نتفرج ونشوف الحاجات دي. وده بدليل إن في أعمال كتيرة جدا دلوقتي برضو بتحاول إن هي تحيي التراث، بس الصراحة أول مرة أشوفها بقى في إيه؟ في جامعة وكلية وحاجة زي كده، ان انتوا اهتميتوا بالموضوع ده. احنا كنا عايزين نعمل حاجة عن الثقافة في الاول، لقينا ان يعني طب الاولى ان احنا نبص التراث بتاعنا، مش الثقافة العامة بتاعت مصر اللي هي السيل موجودة وكل مدى بتتقدم. احنا عايزين، لا عايزين اللي فات، اللي فات دايما كان ليه او ليه طعم تاني مش زي اللي جاي. بالظبط، احنا دلوقتي في عصر السرعه، كل حاجه بسرعه، لكن احنا عايزين الاطفال والجيل ده برضو يشوف الحاجات الجميله اللي ملحقوهاش دي حقيقه. طيب ازاي بقى اشتغلتم على الفكره دي؟ يعني انت قلت لي الفكره جات لكم ازاي، طب اشتغلتم عليها ازاي؟ ودي هتقولها لنا رودينا الخريجه الجميله، قولي لي. اول حاجه احب طبعا اشكر الجروب بتاعي، احنا مش كده بس، احنا عبد الله ونوره والاء ودنا ورودينا. اشتغلنا على الفكره ازاي؟ اول حاجه عملناها ان احنا قلنا ان احنا عايزين نعرف ايه الحاجات دي. رحنا مسرح العرايس، اتفرجنا على الليله الكبيره، بجد اتبسطنا جدا، دخلنا الكواليس، جربنا الحاجات، طلعنا على بقى جربنا العرايس والماريونيت والحاجات دي، اتبسطنا جدا بصراحه. فكنا عايزين، لا قلنا احنا يعني احنا كنا الاول مذبذبين، احنا هنعمل مشروع عن كده ولا لا؟ بعد كده قلنا لا احنا هنعمل فعلا مشروع عن كده، وبس مش مقتصر على الليله الكبيره، يعني احنا معانا علي الزيبق، الف ليله وليله، جحا والحمار، كل الحاجات دي. بما ان برضو دكتور مصطفى اما قال ان احنا عايزين نوري الحاجات دي للاجيال اللي قدنا والاجيال اللي هي اللي جايه اللي كلها يوتيوب والحاجات دي،
كنا عايزين نفرجهم ان فعلا ده تراث بلدنا واحنا عايزين نطلع ده على ارض الواقع. حلو قوي. طيب انت دلوقتي ابتديتي تشتغلي على الفكره ان انت رحتي مسرح العرايس وابتديتي تمسكي العرايس وتحركيها وكده، وقولي لي بقى كان احساسك ايه او ايه الافكار اللي جات لك لما عملتي كده، او قلتي طب انا هبدا ازاي، هبدا اشتغل على الفكره دي ازاي انا وزمايلي اللي معايا. طبعا كلنا زي عارفين مثلا هاري بوتر في امريكا والحاجات دي، فليه ما نكونش احنا في حاجه في بلدنا معروفه مثلا زي مسرح العرايس. مسرح العرايس زمان كان بيتشهر قوي، يعني كل الناس عارفاه كل حاجه، بس مش عارفين ايه اللي جواه، مش عارفين ايه هو الايه هي الليله الكبيره، ايه هي اي حاجه. فاحنا اول ستيب خدناها زي ما قلت لحضرتك ان احنا رحنا مسرح العرايس. بعد كده عملنا زي رسمنا شخصيات ونزلناها بوسترز على ارض الواقع بتاعنا، يعني مثلا جحا والحمار جنبه، واحد قاعد على القهوه، مش عارفه ايه الحاجات دي. بعد كده عملنا زي ابلكيشن، الابلكيشن ده كان فيه جواه كل القصص اللي احنا عاملينها للناس، للصغيرين طبعا واللي قدنا. في ستاب بقى تانيه خدناها برضو ان احنا جبنا الايفنت، كنا عاملين ايفنت في الجامعه، جبنا يعني الليله الكبيره عندنا في الجامعه دي. بقى خلينا نروح لدانا وتقولينا ازاي قدرتوا ان انتوا تقنعوا وتنفذوا الموضوع ده وتقنعوا الفنانين ان هم يجوا الجامعه وينفذوا المسرحيه وكده. اول حاجه احب طبعا اشكر دكتور مصطفى يوسف ودكتور مصطفى البنا، كانوا مشرفين على البروجكت بتاعنا، وطبعا دكتور انيس ابو يوسف البروفيسور بتاعه الكليه. طبعا هي كان ليها دور كبير قوي ان احنا اقنعناها ان هي تخلي ان المسرحيه تيجي عندنا في الجامعه. زي ما كانت ودانا بتقول، احنا لما روحنا المسرح هي كانت اكسبيرينس بالنسبه لنا جديده، وكمان ما كانش اغلبيتنا يعرف اصلا يعني الليله الكبيره، فكانت تجربه مختلفه بالنسبه لنا.